بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. لما تسمع حد في التلفزيون عالم أزهري مثلا أو أستاذ جامعي أو مثقف يقولك اللغة العربية دي ثروة لا تقدر بمال وبها ثراء لغوي لا وجود له على أي لغة على وجه الأرض، فالناس اللطيفة بقى اللي هم يعني أساسا ناطقين باللغة العربية ومش حاسين بقيمة اللغة اللي في إيديهم دي تلاقيهم يعني ممكن يسمعوا الكلام ده ويدخلوه من هنا ويخرجوه من الناحية التانية على أساس إنه يعني كلام عادي يعني مستهلك وكده. أو تلاقي حد مثلا مصري ابن مصري ابن عربي أبا عن جد ما عندوش ولا عرق فرنساوي يعني ولا إنجليزي ولا حاجة، وتلاقيه يقولك أو تقولك إيه، لا أصلا ماليش في العربي ده خالص الحقيقة اللي هي لغته ولغة أهله، ويقعدوا يجيبوا مصطلحات إنجليزي يشرحوا بيها هم عاوزين يقولوا إيه على أساس إنه يعني حرام هم مش لاقين المعنى اللي هم عاوزين يوصلوه في العربي خالص، فتتفقع بقى طول ما انت قاعد يعني الفقعة بقى وانت قاعد وبتسمع ناس كده كبرهم او اخرهم مثلا ممكن يعني ملفوش العالم ولا حاجة يعني سافروا مثلا اسكندرية او شرم الشيخ ومتعلمين هنا كل عالمهم، ومع ذلك طول ما هم قاعدين لا يقولك شور ياب وحاجات كده شيك وستايل وكده، واحنا بقى يعني بيئة بقى بنتكلم عربي صرف مشفي كده ما فيهوش ولا كلمة يعني تشيك القعدة. ولو حد يعني حصل وحد اتكلم عربي ركيك وضايع ياه انبهار اش عرفكم انتوا، اصل دول اهله صارفين عليه الافات في تعليمه وبعدين اتخرج مدرسة فظيعة متعلم على اعلى مستوى بس العربي ضايع طز مش مهم يعني هيحتاجوا في ايه اصلا، كل الشركات الاجنبي يعني بيحتاجوا الانجليش بس ايه العربي ده اساسا. ولو حد غلط غلطة عمره وتجرأ ونطق كلمة انجليزي غلط ياه يتبصله بصة دونية فورا على اساس انه بينطق انجليزي الانجليش غلط تعليمه مش متكلف بقى ومش مصروف عليه وكده. مع ان انا مرة سمعت رئيس فرنسا بيتكلم انجليزي فلقيته بينطق الانجليزي زي ما يكون جاي من كفر النجعاوي. على فكرة هو مفيش يعني كفر اسمه كفر النجعاوي على فكرة عشان بس محدش يزعل انا اللي مخترع الاسم ده، ولو فيه يبقى اكيد بتوع كفر النجعاوي بيكلموا انجليزي احسن من رئيس فرنسا، وما اعتقدش انه في حد في فرنسا اتكسف من الراجل عشان ما بيتكلمش لغة بلد تانية على اكمل وجه بيرفكت. انما احنا بقى يا حرام عندنا شوية مشاكل كده وعقد يا رب كده في تفكيرنا ان شاء الله ربنا يفكها لنا قريب. على سيرة العقد بقى انا عاوزة اوريكم مثال لكلمة، الكلمة دي من 3 حروف بس مجرد كلمة بسيطة يعني اقل حاجة عندنا عشان بس تتباهوا بلغتكم على الاخر، بمجرد ما بنشكلها بس يعني مرة نحط ضمة مرة فتحة مرة كسرة وشدة وكده، لا الكلمة دي ممكن يبقى ليها 6 معاني مختلفة، وبالتالي كل معنى من المعاني دي هتلاقوا ليه مرادف انجليزي مختلف، يعني 6 كلمات انجليزي ليهم شنة ورنة قدام 3 حروف بس من عندنا. الكلمة هي ايه بقى؟ الكلمة هي عقد او عين قاف دال، نشوفهم مع بعض كده على الشاشة بالتشكيل معناهم ايه. فمثلا في عقد، العقد ده اللي بيتلبس في الرقبة معناه نيكلس. فيه عقد بكسر العين يعني فترة من الزمن اللي هي 10 سنين يعني ديكيد. في عقد بالفتحة زي مثلا عقد البيع والشراء يعني كونتراكت. في عقد زي عقد مؤتمر مثلا معناها هيلد. في عقد بالشد على القاف دي معناها بالانجليزي complicated. واخيرا عقد او يعني عقد اللي هو ايه ما حد يجي يربط الحبل كده ويعقده كام عقدة، فدي اسمها بالانجليزي knots يعني عين قاف دال. بصوا معناها قد ايه يقابلها 6 كلمات من انجليزي. الحقيقة انه ده مش درس تعليم لغة انجليزية ولا حاجة لكنه درس اعتزاز بلغتنا العربية الواسعة الكبيرة لغة القرآن الكريم العظيمة.